على تيرم المصداقية تاع حصة جوستو كافي ولا كافي جوستو كوستيل عيط المخلوق هذيك تلاقينا خيرت لنا واحد الريستورا قلنا معمرة بالكاروات الفوق كاروات التحت كاروات البيبان كاروات الكارلاج كاروات الجماعة اللي ترقوا من ثم كاروات خدامة كاروات كل شيء كاروات هاي لحقنا باش ندخلوا زعما على الباب الباب تاعها يتحل اوتوماتيك تسمى تقدم يتحل ما تقدمش ما يتحلش سقسيت انا واحد السيد ثم قلت له الحاجة كيف يتحل الباب هذا قال لي هكذا وكذا قال لي قدم للاكس هذا قلت قدم قلت يتحل الباب عندك 5 سنوات لازم تدخل انا دخلت هي كانت شوي مسكينه دخلت دخلت انا هي قعدت لبرا ها قلت لها شوفي كاش واحد داخل دخل يدخلك معاه انا ما عندي ما ندير لك شوي هكذا واحد السيد هكا دخل انا دخلت دخلنا للريستورا واكتفقت انا بلي الريستورا دي غاليه مطفين الاضواء وكل مشعلين الشمع انا قلت راح لهم تريسيتي والله ما سلكوش تريسيتي دخلنا في الظلمه ندخل سوا انا وياها في الظلمه احكمي يا مخلوقه من احد احكمي لك شمني خطفك احكمي 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 انا ما نشوف شملي احكمي لحقنا واكتفقت انا بلي الريستورا دي غاليه دايرين واحد الموسيقى ناقصين لها مره باش تسمع لازم يدي راكب الحقنا هكذاك بالظلمة الطابله الاولى كرشيت فيها ها حبسي نزيدوا شويه نخرجوا لفلسطين ها حبسي بلا ريح قعدت انا وياها سمتني هي منا في كرسي وهي انا في كرسي بيناتنا طابله بيناتنا ربي في الحقيقه واكتفقت انا بلي الريستورا دي غاليه مين قعدنا داروا بينا ربع خدامه واحد منا واحد منا واحد منا واحد منا وفي ربعه لابسين دي كوستيم حاطين بابيون ما نعرفش حتى نسميه لابسين دي بابيون هكذا انا نحسب جات الحكومه تخنزير مداير حاله نشفع الاول ابي بري برك واش قال لي قال لي يهضر بلونجلي بلونجلي تاع الامريكان قال لي والله مانيش شافي سي ابي بري ويلكم يو ار فيري نايس ان ذيس واي واي يو ار ان ذيس مورنينغ ويلكم دوزيام عرفتو بلي فرونسي قال لي بيان فينو فيت كوم شي فو et n'oubliez pas que vous êtes chez nous. Le troisième, je sais, c'est avec un chadam avec moi, un autre salsain, miskin. Il dit, tu m'as 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 dit, يا هذه مدادتك تسخف 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 او قلت له روح روح او تالي تسخف روح روح هذه مش هضره هذه روح جيبوا لنا ناكل وروح قعدنا واكتفقت انا بالريستورا دي غاليه منين قعد منين قعدنا جيبوا لنا لي بوكان دو هاد الكتابات هكذا انا جزائري منين عطاني الميني مش الميني ميني بالاي حليت الميني هذاك انا جزائري والجيريا منين حليت الميني عيني يطيحوا على الفريق باللي بلا نشوف غرفة الصفافر معمرينهم بالصفافر
كاين رقم واحد والباقي وراها وكل الصفافر تقول لي زربيطر اللي كتبوهم. شفت انا شفت حوست على صاحبي الفريد حوست انا على بالي الفريد كي يطلع يدير 7000. عيط لهذاك اللي سربي قلت له الشاف وانا عندي لاستوما اعطيني شويه فريد برك الا كاين. ما كانش دازو شري ون والله نقول لك دير 12000 سي با لا بيم خلي جيب لنا طرف كبده خير من شي بطاطا. هاي صح دير لي طرف كبده كنت سيب هكذا برك انا ما ناكلش بس انا ندير ريجيم انا. شفت المعلومه خلوخه اللي معايا لقيتهم يوصلوا لها بالكرارس خدامه في 7 يوصلوا. هذه الكراسه نتاع السلاطه، هذه كراسه نتاع الشربه، هذه كراسه نتاع اللحم، هذه كراسه نتاع الدجاج. تال ما كثروا الكرارس دخلوا بوليسي من برا ينظم المرور. ارواح ارواح. هاي السلاطه فوت فوت. الشربه بالزم سيريا دروات اسمع بالعقل. عرفتني خلص الشر. اكتارق الفيروج. هاي ساي سلطة عقب الشربة. اللحم هو الاخر مع ربي ياكل اللحم هو الاخر خليهم اكلينا خلصنا. هي تاكل هي تاكل هي اتكلت على ربي وكلات وانا من اللي دخلت انا ندير هكا. ربي بقي يستر ربي بقي يستر. خلصتي واش مخلوقة صايمة الدهر ولا يا سيدي كي ماكلة حانوت. خلصت تقرعت جبت هذاك اللي نقيو به ودارت ليا. منين دارت ليا قلت لها واش هذا وين شفتيني؟ قالت لي اسكندر. قالت لي لعينك يعني جيت تخطبني؟ لعينك يعني جيت تخطبني؟ ارواح البابا قول له راني نحوس على الطفله اللي تنشر الزاوره الحمراء بالخميس على 9 تاع الصباح. عاودي قول له راني نحوس على الطفله اللي تنشر الزاوره الحمراء بالخميس على 9 تاع الصباح. هذا دخل داركم ولا دخل فيسبوك؟ ليه كله؟ قالت لي احنا عندنا البنات بزاف وانا في 9 ونشبهوا لبعض انا تخاف تجي تخطبني تدي اختي. قلت لها في قلبي اختك لو كان ما تاكلش هكذا ولا ندي اختك خير. هاي امي خلصنا الماكله جينا انا وقتها فقت انا بالريستور اللي غاليه كي نظن ضربنا واحد النص ساعه لحقنا لاكيس. انا هكت لاكاس لقيت واحد السيد مطيش فيها واحد الكوستيمه دير واحد 23 مليون. كالكرياتري يبدا يحسب وانا نستنى هو يحسب وانا نستنى كيما راكم تستنيو بس ماش نفس الاحساس. انا راح نسلك ولا ما عجبتيش كالكرياتري دز عليه دخل حل الميكرو بورتابل دخل اليوتيوب. ايوا مثلا الانسه ما كلتش ماكله تاع الجزائر تاع الاسبان. اضرب 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 قال لي 1400. قلت له كاين 1400 من 1400 كاين 1400 اللي يخلي لك الصرف وكاين 1400 اللي يطيح لكم اللحمه. قال لي نو 1000 كات. قال لي 14000 دينار مليون و400. اخا انا قلت له في قلبي قلت له انا لو كان نحسب انا في عمري 35 سنه كنا نحسب قدر راني ماكل في دارنا وبرا واحد 120000 ما ديباسيش. كانت المرحومه كاتم ربي يرحمها دير لنا كسره بالبن كسره بالبن كسره بالبن كسره بال نار عندي قوتي ودير لنا بالكسره البن بالكسره البن بالكسره البن بالكسره. هاي السلام عليكم. اليوم نسمروك هنا زدت 5 دقائق يعني. وهذه القهوه غاليه ولا ماشي غاليه؟ غاليه غاليه. الو سولي يعطيك الصحه بارك الله فيك يا اخي. قلت لك عندك لو كور اللي لا تو ميتريز بيان الكور تاعك دي ديمارش
لي بيرسوناج لار دو راكونتي عندك وعندك هنا جبت لنا حاجه جديده لو نايت موتيف شاك فوا هذيك تاع حسيت باللي سا سي هنا تشوف واحده لو نايت موتيف شاك فوا شاك فوا سا دخلها في وبالتوفيق ان شاء الله نعطيك 8 على 10 بارك الله فيك مسيو زياني لا واش حبيت نقول vraiment عندك un travail sur le masque mleh tanik en dehors du corps le visage فيه il exprime beaucoup de يعبر يعني فيه يعبر ويعبر dans l'expression vraiment dans le comique un beau comique عندك vraiment un beau comique simplement فيه هذا enfin je sais pas j'ai trouvé شويه طويل mais par exemple l'idée تاع البوليسي اللي يدخل pour faire la circulation تاع الوسو هذه ça c'est une belle trouvaille c'est malgré que l'histoire elle est narfoha etc mais une trouvaille comme ça décalée bien alors نشوفوا هذا راهي ايش بده ستيلو هذا نوتين اوي لا نوت 8 sur 10 هي très bien كلها رستور غالي هذا ربنا يرحمها c'est vrai que نفحت لي نسمعها من قولها وقت فقت انا بالريستور اللي غالي وي سي سي با مال سي فريمون بعد جوستمون هذه بعد شي مرات هو بيقولوها البوبليك يقولها تعالى خطره جاي يقولوها Mais c'est vrai que le masque, il est très intéressant, mais la démarche et tout ça, il faudrait trouver d'autres. Parce que quand on voit le comédien dans tout... Je vais vous dire, c'est-à-dire, lorsqu'on voit le comédien tout le temps avec les mêmes démarches et tout ça, ça c'est-à-dire, on a envie de voir autre chose. C'est vrai, le masque, il est intéressant. Là, le point de chute, M. Ziani, il faut trouver le point de chute. Alors, peut-être que tu l'as trouvé, hein, mais bon, moi, ça m'a vraiment plu, la chute Terek. Mais c'est vrai que moi, Saouli, j'aimerais bien le voir autrement. Alors, Saouli, M. Saouli, moi, j'avais donné... 8 au début, après j'ai donné 5 la semaine passée et aujourd'hui je vais donner un 7 mais voilà je viens de merci. Merci bien. Merci bien.